واهم اللحظات ونرجعوا لذكريات يعني مجيده بالنسبه للافريقي، ذكريات مخلده في ذاكره احباء الكلوب. 25 سنه ربع قرن مرت على الرباعيه التاريخيه للكلوب. تفرجوا في هذا التقرير. السبت اللي فات احتفل جمهور النادي الافريقي ب 25 عام على الفوز بالرباعيه التاريخيه، رباعيه خلت جمهور الكلوب لليوم يتغنى بها ويفتخر قدام كيت الانديه، رغم بطولاتها وتتويجاتها انه حتى فريق تونسي اخر ما تمكن من الفوز بها. يا محلى لولو يا ربي سولو يا محلى لولو يا ربي سولو. الرباعية بدأت في ديسمبر 91 بعد تتويج نادي باب الجديد برابطة الأبطال الإفريقية لأول مرة في تاريخ تونس، بعد الفوز في الذهاب في المنزل على سبور فيلا الاوغندي 6-2. تتنفذ المخالفه مباشره ونسعى طريقه الحارس والهدف. بيناتهم مش يلعبوا عمليه 1-2 تتوزع والهدف الرابع الهدف الرابع. قدم ويسجل فوز الرويسي يسجل فوز الرويسي يضيف الهدف السادس والتعادل في اوغندا هدف لهدف. نادي باب الجديد بجيل ذهب يقوده الاخوة السليمي والرويسي، الجزائري فضيل مغاريا، صخرة الدفاع لطفي محايسي وبقية ملعبية، حققوا في جوان 92 الدوبلي بعد تتويج بالبطولة على حساب السيابي. سامي النصير هدف الهدف الهدف الأول للنادي والكاس بعد الفوز في النهائي على الملعب التونسي 2-1 دوبلي صابرين البوهيلي. وخدع والهدف الثاني الهدف الثاني عن طريق صابرين البوهيلي. لحظات خالده وصابرين البوهيلي بطل هذا الدور النهائي لكاس تونس لكره القدم. اضلاع الرباعيه التاريخيه اكتملت بعد التتويج بالكاس الافرو اسيويه على حساب الهلال السعودي. نادي باب الجديد ربح الاهلي في تونس 2-1. اتلعب يلعب الكرة دي سامي مثل بالراس بعيدة وإلى المرمى. هدف هدف ثاني هدف يسجل فوزي. وعاد باللقب يوم 6 جانفي 93 من السعودية بالذات بعد ما تعادل 2-2. وشاء الكرة للأمام بالراس تتصلح مثل لعب في المرمى. هدف هدف في المرمى هدف للأفريقي التونسي هدف التعادل. رغم اللي ربع قرن تعدى على الانجاز الا انه اسماء الملاعبيه اللي حققت الالقاب هذه ما زالت اليوم يتغنى بها جمهور الافريقي، واعتبرها مثال في الجلايب والجرينتا وحب المريول اللي ولات اليوم عمله نادره عند الملاعبيه التونسيه.